نكمل. فبعد التبرؤ وشرحي لمساله حكايه اللي بيسموها تكفير داعش، انا ما قلتش تكفير، انا ماليش دعوه بالقلوب، اخراج هؤلاء الفئه او هذه الفئه من دائره المسلمين، لا نصدر العالم، دول اخواتنا بس غلطانين شويه، بس التليم قتلى، مش بيقتلوا على المشاع كل الناس، كل الديانات، كل الاعراق، كل الاجناس، سنه شيعه اهل كتاب اللي انت عايزه، بس اخواتنا ما تقلقش يعني. وقال هم فاهمين بس الاسلام غلط، لا هو بالنسبه للمسلمين هم فاهمينه صح. الاعتذار ده هيفرق كتير قوي، انك تخلق جيل، تخيل جيل يسمع رئيس المؤسسه الرسميه ولا منصبه يعني ده بيقول انا بعتذر عن تاريخ عمالين نقول لكم ان هو زمان عزه وبتاع وملك وجاه وحاجه حلوه، وهو كان دموي قاتل لا يعرف عن الاسلام شيئا، حكم باسم نفسه ولم يحكم باسم الاسلام، ده تاريخ المسلمين. تخيلوا الاعتذار ده ممكن يعمل ايه في التاريخ في حياتنا غربا وشرقا. لكن مين بقى ثلاثه على فكره الحلول دي مفيش غيرها كحل اساسي، ما قلتش وحيد. قطع الصله التاريخيه. يعني ايه بقى الصله التاريخيه؟ احنا في حاجه اسمها الصاروره التاريخيه، احنا في تتابع له علاقه بمساله الخلافه يعني، فواحده تجيب الثانيه تجيب الثالثه من العزه والخلافه لحد ما سقطت العثمانيه، ظهر على طول حسن البنا، دي حاجه اسمها الصاروره التاريخيه، بيقول تاني الخلافه واحنا بنقول لا ده في دول، فيفضل يقول الخلافه لحد ما سمعت الفيديو بتاع اول امبارح ده في سنه 2018 بيقول كل ده كفر وحاكميه الله هي الحاكمه وكل الدساتير طاغوت وانتوا كفار واحنا لازم نرجع للخلافه على منهاج النبوه. يعني الموضوع لم ينتهي ابدا. فالحل الوحيد اللي هو نابع او تابع للاعتذار والتبرؤ ان احنا نقول او نبتدي نشيع ثقافه في كتبنا في تاريخنا، اولا ان هذا تاريخ المسلمين وليس تاريخ الاسلام، وده فرق كبير. اثنين، ان نقطع الصله التاريخيه بين الاسلام وبين الحكم السياسي باسمه. على فكره ادرسوه، حط الكتب وقول له بس بص شوف الدمويه وهذا لم يقره الاسلام او لا يقره الاسلام، وندرسه زي ما هو، بس مش ابطال، مش ابطال يا حبيبي، ها، ومش تشيل لي كلمتين من كل كتاب. المهم قطع الصله التاريخيه ده اهم شيء او ثالث اهم شيء، لان لازم نفرق بين الاسلام كنظريه ونص وبين كل التطبيق اللي حدث بعده، لانه ما كان هناك أسوأ منه ابدا ابدا ابدا. احنا والعصور الوسطى في اوروبا الحقيقه نتبارى نتنافس مين فينا أسوأ من التاني، بس المشكله ان هم تبرؤوا واعتذروا وغيروا، واحنا بنقول ده احلى زمن، ده يا ريت نرجع، يا رب ما يرجع ابدا في الحياه لحد ما تنتهي شيء شبه كده ولا 1% منه. والحمد لله ربنا نفسه هو اللي اسقط الخلافه العثمانيه ظني يعني. فقطع الصله التاريخيه دي شيء مهم للغايه وعميق للغايه، مش سهل، ده كتب وثقافه بتعمل وعي جمعي في العقل الجمعي وادراك تاني ان هناك مشكله، ده الاسلام فوق راسي تعالوا نشوفه زي الفل، دول بقى المسلمين مالناش دعوه، والله ده يخصه وده يخصه وده يخصه، لكن انت مخلي لهم ومعتصماه وبتاع وطارق بن زياد ومحمد الفاتح وكل التضليل عشان يطلع مصدق اللي قبله واللي قبله واللي قبله، فيصدق ابن تيميه فيقول لك القوانين كافره، فتلاقي اما مشارك بقلبه في البيت وهو مجاهد الكيبورد على الكمبيوتر، واما بتلاقيه حضرتك بايده بيستحل كل الدماء حتى نفسه. رابع حاجه، وده خلاصه عذابنا في كل ابن تيميه وعلاقته بالارهاب، واظن انا عملت اللي عليا، تأسيس، خلاص بقى انا تبرأت، فيش، مش بتاعنا، واعتذرت انا اسف، وقطعت الصله، الاسلام حاجه وده حاجه، طب اتبقى لي هنا بقى ايه؟ الاسلام، من غير بقى صلته، لان صلته مش بس تنفيذ وفقه، وانتوا فاهمين انا بتكلم عن مين؟ وما انا بعمل ايه بقى؟ ده دلوقتي ده بعد ده كله مش يجي يقول لك تجديد الفقه، اللي في المؤسسه يعني مش وقته، حاجه بقى اسمها تأسيس منهج جديد، تأسيس منهج جديد. بصوا بقى بين قوسين ان عرفتوا تقروها يعني، فهم وفقه، واهم حاجه بقى تصور، وده هنتكلم فيه كتير كتير بعد رمضان بقى لما نرجع للبوصله يعني ان شاء الله، تصور تاني للاسلام اصلا كله. انتوا شفتوا الكام حاجه اللي النبي بيقول له اصبر، ودي بيقول لك لا ده قتل اليهوديه وقتل الثانيه وقتل الثالثه او رضي عن قتلهم او اهدر دمهم،
النبي ما يعفو يقول لك لا احنا ما نعفوش اصله مات. دينين تماما، واحد توقف تماما اللي فيه كل الاصول الكبرى والتي تليق بالاله، والتاني اللي ماشي معنا لحد النهارده. فده تصور دمرنا، مش بس فهم وفقه، تاسيس المنهج يجي بعد دول لما ننظف الارض وننظف العقل ونحط نبته كويسه وصحيحه وقويه، ومنهج اقول له بقى النص اللي بقى لنا اهو النظريه اللي لم تلوث بالتطبيق، تعال نفهمه من الاول لانه لم يفهمه السابقون على الاقل يا سيدي جيدا، مش هقول لك خالص عشان ما يزعلوش مني. جانبهم الصواب رحمهم الله، وحطوا بقى الالقاب دي كلها عشان انا ماليش فيها. خلاص، تاسيس منهج جديد، منهج جديد فهما وفقها وتصورا، وده اهم. تصور بيسموها برسبكتيف، يعني زاويه تانية خالص الاسلام. يعني احنا واقفين هنا نيجي من هنا، بيعمل الاسلام جاي يهدي الناس ليه؟ لعباده الله. كل الاديان مسلمه، اه طيب ايه علاقته بالاديان التانيه؟ ان يؤمنوا بس ان بالله او ان محمد رسول، الايمان التاني. طب ما امنوش، يظل ايمانهم بالله واليوم الاخر. طب بينهم وبين الله مشكله، دي مشكلتهم. طائف الاسلاميه مالها؟ احنا مين؟ هم مين؟ ايه الدساتير؟ ايه القوانين؟ نظره متسعه ورائعه ومنفرجه للاسلام العقلاني الذي قابل للتطوير، السمح اصلا في اصوله ومبادئه، تطبيق الرسول، تنقيه السنه، تاسيس منهج كامل فهما وفقها ينتج احكاما اخرى غير هؤلاء، وتصور عام عن الاسلام يسبق قطع صله تاريخيه بتنفيذه اللي كان بائس للغايه وملوش علاقه بيه وظلم مع النص، ويسبقه معتذار علني للعالم عن ال 1300 سنه او 1350 سنه من ايام يزيد، ويسبقهم قبل ده كله التبرؤ من كل ده بما فيهم الجماعات الحاليه. هل اللي بقوله ده خيال؟ هل اللي بقوله ده يعني مش ممكن يحصل؟ على فكره ده ومفيش حل غيره. بعد كل شرح لابن تيميه ده نتاج الحكايه كلها. من هنا نقضي على سر الباتع بتاع منهج ابن تيميه اللي ضربنا سبع قرون، ومن هنا ايضا نقضي على الارهاب حالا. على فكره ده في سنه واحده ينتج اشياء تانيه خالص، وسنتين وثلاثه نلاقي مفيش بقى مجابهه من النهايه، جيوش وارواح ودماء وفلوس ومليارات وتاخير البلد كلها او بلادنا. لا، في المكنه نفسها توقفت تماما وجرفنا الارض وهذه البذور الجنونيه، وحطينا حاجات عقلانيه وواسعه ومتنوره زي عصر الانوار اللي احنا بنسميه التنوير اللي ظهر في اوروبا من 300 سنه. ده خلاصه ابن تيميه، وده خلاصه مواجهه افكاره، وبالتالي مواجهه افكار الارهاب الحاليه، لانها كوبي بيست زي ما بيقولوا. وصدقوني الخلاصه إن لما ابن تيمية نفسه غير طبيعة الإسلام ومنظوره تغير معه النتائج، فللأسف من سبع قرون تغير معه الإسلام نفسه، وللأسف دي الطريقة الوحيدة إن احنا نعيده إلى أصله. احنا هنبتدي بكرة راحة زي ما قلنا، وإن شاء الله هيكون برنامج هيعجبكم كتير، خريطة الجزء الثاني الحركات العقلية في الإسلام. أشوفكم أول يوم رمضان.